من الخمس الأوائل. الشرط الأول أن يكون الإمام عادلا، وكل رئيس دولة يقول لك أنا عادل، لا مش هو يحكم، أن يكون القضاة أحرار مستقلين عن الحكم التنفيذي، قال كذا كذا كذا، هم اللي يحكمون اليوم، القاضي يحكم، الحكم عادل، أن يكون الحكم عادل، أن يكون العام عام خير وليس عام شر، أن يكون السارق في غنى عن المسروق، مش مشى سرق شوية زيتون باعها باش يمشي يداوي روحه ولا باش يقلي ولاده ولا باش يتعشى، أن يكون السارق في غنى عن المسروق، أن يكون المسروق محفوظا، أي بلغة القضاء طويلة سرقة موصوفة، أن يكون المسروق ذا قيمة للمال تفوق 20 جرام من الذهب، أي ما يعادل 1,200,000 دينار. يدي خلينا تلقوا الخمسة دول الأوائل. جاءوا عمر بن الخطاب بسرق، قالوا يا أمير المؤمنين سرق. قال لماذا سرقت يا فتاة؟ قال يا أمير المؤمنين لم أجد ما أطعم أسراري أبنائي. أخذ الرجل بيدي وخرج يقول: أيها الناس، عجبت من هذا الشاب، بات جائعا ولم يخرج شاهيا سيف على الناس، مش يسرق فقط، حقه هذا السيف وحركهم به. وقصة بسيطة اسمحوا لي طولت عليكم، صارت في عهد المأمون، كان عنده قصر مبني جديد أبيض بالجير يوسف الأصفر هكا، وشاء المأمون يعمل في دوره فضائية، وجاء يراجع ويوصل من بيته يشوف يرى في فتاة يكتب بفحمة على القصر، عمل مش به قصر مدر جديد فساد هكا بلاش، وقفوا الهوج نتاعو قاعد يستنى حتى يكمل الطفل كتيبة هذيك الشاب نديه بيش اش كتب؟ ماذا كتبت على قصر يا فتاة؟ قال: كتبت يا أمير المؤمنين ما يلي: يا قصر، جمع فيك الشوم واللوم، متى يعشش في أركانك البوم؟ ثم نرى الأخرام هم متى كتبني؟ قال له: ما دعاك عن هذا يا فتاة لهذا يا فتاة؟ قال: يا أمير المؤمنين، مش خايف، مش يرعش، مش يرتبك، وكيف اتلفت ولا يكتب وشاف من المؤمنين جاي ما بطلش كتير وواصل كمل كتير. اجي هاي جاك البوليس وتصلي الفجر حاضر برا يا ولدي لو عليك. قال: هذا بداك قداش عندك؟ 10 قرون. نحن في عام 2000 واش؟ ونرتكبوا خايفين على الحرس جاي هاي الشرطه جاتها وكذا وكذا. لو ولدي تصلي الفجر حاضر في الجامع. بالله قال بعد 10 قرون في فلوس السنة. قدمنا ولا تأخرنا زعما. إذا قال له: ماذا فعلت؟ ولماذا كتبت هذا يا فتاة؟ قال: يا أمير المؤمنين، إذا لم يكن للمرء في دولة امرئ حظ ولا نصيب تمنى زوالها، وما ذاك عن بغض غير أنه يرجى سواها فهو يهوى انتقالها. قال له واحد: إذا كان في حكم حق ما جاش حق، ما يتمنى كان مش يبدل الحق، فمش ما يجي تبديل السلوش فيه راح، يجي واحد اخر فمش ما تنفسه شوي. قال: قصتك يا فتاة؟ قال: يا امير المؤمنين، انا فتاة معيالي عندي برشا صغيرات، بحثت عن شغل فلم اجد شغلا، فاوعزت ذلك الى قلة عدل قصركم، لو كان قصركم جاء عادل راه الشغل موجود، وراه البعضين ما حرقش روحه، وراي الناس ما تبقاش روحها في البحر باش تمشي لايطاليا. قال: يا فتاة، لك 1,000 دينار من مالي الخاص، وليبقى ما كتبته مكتوبا على حائطنا نبراسا لنا، ليبقى قصرنا عامرا باهله لا بالبوم ما دام قائما على العدل. تذكرت هذه القصه وانا في السجن ومعي واحد في السجن محكوم عليه بعامين، علاش؟ شد دردوزه نتاع ولده وكتب عليها يحيي الاسلام يسقط الاصنام، تسقط الاصنام يحيي الاسلام، وعلقها على المنقره نتاع 7 نوفمبر الخاص من نوفمبر مش 7 نوفمبر، حكم عليه بعامين سجن. هذا كتب بالفحم على قصر المأمون. المأمون الذي كان يحكم في تونس، لا ما تونس نتاعه، 10 تونس، 100 تونس.
انظر الحرية في الإسلام، انظر تاريخنا الأبيض. اللي يحبوا الآن يقررون تاريخ الأسود. يقول عبد المجيد الشرفي اللي كلفوه باش يعدد وثيقة فكرية لهيئة الاجتثاث على الثورة. عبد المجيد الشرفي يقول هذا اللي كلفوه باش يحضر لنا نبضة على الفكر. والله شيء عار، عار تاريخي على بمه. يقول عبد المجيد الشرفي أنا أفتخر بأن أقطع مع ماضية لأن ماضي أسود. نعم ماضي كسود لأنك لابس مرية سوداء لا ترى إلا الأسود. أما نحن فننظر إلى الأشياء على حقيقتها. تاريخنا أبيض نافع، ويوم اسود تاريخنا في القريب في القرن 18 و19. نعم نبتتم أنتم أيها الذريعة الفائزة في تونس حشاكم. وجاء أمثال الشرفي وأمثال عبد المجيد عبد الحميد درقش اللي حب يطبع مع إسرائيل، وأمثال الطالبي اللي سب السيدة عائشة من المؤمنين، وأمثال الشاعر اللي جاء يقول لا مش محمد طيب، الشاعر اللي مثل اي هذا قال محمد طيب كان بيت اسمه محمد صغير. هذا الشاعر اي محمد الحميد الصغير يمثل الجامع والسمع والقبة حشاكم بالعمر. لكن شاعر اخر اسمه محمد صالح الشاذلي ينشر قصيده في جهه الاعلام يقارن فيها اختيارات بن علي باختيارات الاسلام. زعم زعم بن علي اعظم الاسلام. قلت لهم حشاكم خنفوسه في الفسو تنوي على الحفره نتاعها من واد زنود. بن علي ماشي يعرض للاسلام وماشي خلي له وقت الاسلام. يقول في القصيده هذه سامحوني لانها قصيده سيئه للغايه. يقول فيها يمدح في السياحه الصحراويه نتاع بن علي. يقول فيها وحبة رمل من صحرائنا اطهر من مريم العذراء في قرانكم. يصل الحد الى هذه الذريعه الفائزه باش تقول الكلام هذا في ارض تونس ارض الزيتونه. ونقول لهم من برجيب الى بن علي الى المزار وتوهيبه في الهيئه وغير الهيئه الى المعارضين لهويه هذا الشعب خسرتم وخسرتم. هذا الوجود دليل على الذريعه الطيبه في شعب تونس. هذا الوجود دليل على ان الاسلام عظيم وان غرس الاسلام يبقى شامخا في السماء وان قطع تاريخ مع الماضي قطعنا مع ماضينا هو عبارة على قطع عروق شجرة، والشجرة إذا قطعت عروقها تموت، ونحن شجراتنا براعمها ما زالت تمتد، ها هي البراعم، هالأطفال هذول أبناءنا عمينا، هذا الشباب اللي دون 20 أبناء بن علي، ولدوا في عهد بن علي، وكيما بورقيبة عام 87 سمى بن علي وزير أول، مسؤول مجموعة من الدستوريين القدامى من المستير، قالوا سيد الرئيس أنت تكره الجيش اللي حاول الانقلاب عليك عام 63 من الوفشن كيفاش أنت تحط لنا جنرال على رأس الحكومة؟ قال ما تخافوش أنا جبته باش نطمع به الإخوانجية للتيار الإسلامي وبعدين طول نحيه شوية هو النحى. بن علي اش عملنا نعمل نفس الشيء؟ ربى شباب وجاب مايكل جاكسون باش يشطح ويبعد على كل ما هو دين وبعد التيار الإسلامي حاضر مرة الشباب هذا كله يطيح بن علي. والحمد لله. وإن شاء الله هذا الشباب ومعه الشريف أيضا سيكون نصرة لهذه الثورة ومواصلة لهذه الثورة إلى نهايتها إن شاء الله، إلى نهايتها بعد توحيد الأمة وإقامة الدولة العادلة، الدولة الحق، دولة الحق، دولة العزة والكرامة إن شاء الله. هذا إن شاء الله غايتنا. رب إن شاء الله يوفقنا، ربي ان شاء الله يسدد خطانا، وربي ان شاء الله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال في هذا الشهر المبارك، وربي يكتب لنا ان شاء الله اجر ليله القدر كامله غير منقوص ان شاء الله، وربي ان شاء الله يشرفنا ان شاء الله بان نرى النور للدوله العظيمه التي بشر بها الله سبحانه وتعالى، وربي يوفقنا ويوفقكم والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا للاخ
دكتور منصف بن سالم لما تحدث على جاليليه ذكرني بال